السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. كان عندي في المحكمة قضية بين زوجين، والزوج قال لي آية أقسم بالله الكريم أني صعقت. لما سمعتها منه كأني أول مرة أستوعبها في موقع صح. الزوجة قاعدة والزوج قاعد، الزوجة الأسف تمادت بالكلام وسبته وغلطت عليه وعلى أمه. إيش قال لها؟ والله يا جماعة لما قال آية هذه أنا صعقت ما قدرت أكتب شيء. قال إن ربك لبالمرصاد، بس قد جاوب، قال إن ربك لبالمرصاد. يا جماعة أبي أكتب ما قدرت أكتب الآية هذه، والله العظيم حسيت بشعور وأنا طالع محكمة أقولها إن ربك لبالمرصاد. ما حد يظلمك وتعلم إن الله يراه ويسمع، إن ربك لبالمرصاد، إن الله يسمع ويرى. أنا ما رح أرد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا انظلمت تذكر إن ربك لبالمرصاد. وأكثر ما يسلي المؤمن وريح المؤمن إنه يعلم إن الله تعالى يسمع ويرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فعال لما يريد. إن ربك لبالمرصاد وأملي لهم إن كيدي متين. ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، لا 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 الظن ولا الظنين، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأملي لهم إن كيدي متين. هذه الآية لما تقرأها ارتاح وريح وارتاحي، إن ربك لبالمرصاد. كل من ظلمك وأخذ حقك وتكلم فيك وطعن فيك وقال فيك ما لم يكن فيك فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ الآيات هذه ترى احنا حافظينها بس ما فهمناها إلا في واقع صح وانت بظلوم. وأنا أحذر من كلمة يقولونها بعض الأخوات وبعض الأخوة لما يكون مظلوم، كان يعترض يا أخي الله ما يرضى، الله ما يرضى. أكيد الله ما يرضى، الله ما يرضى للظلم. يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. لكن الحرام تقولين أنت أو تقول الله يظلمك مثل ما ظلمتني، حسبي الله عليك، مو مشكلة. لكن تقول الله يظلم، الله ما يظلم أحد، الله يظلمك، الله ما يظلم أحد مثل ما ظلمني، لا الله يأخذ حقي منك مثل ما أخذ حقي، الله ينتقم منك. نعم الله منتقم، لكن الله ما يظلم، الله منزه عن صفات النقص والعيوب. هذا صفة الذم، الظلم صفة الذم. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. هذه آيات تدل على أن الله ما يظلم، لكن الله يأخذ حقي من كل ظالم، الله ينتقم من كل ظالم، الله ينتقم من كل ظالم. نعم حسبي الله على كل ظالم، ذاك حق أتحسب عليه، ما مشكلة إن الله تعالى يأخذ حقي من كل ظالم. لكن لا تقول يا أخي الله ما يرضى. وقصة جميلة حدثت لأحد السلف بقولها لكم راح تسليكم وتريحكم. سبه واحد ظلمه وغلط عليه، إيش قال له؟ كلمة والله لما أنا أتذكرها والله أني أسكت. قال والله لولا يوم القيامة لردت عليك، لو ما في يوم قيامة والله رديت عليك، بس في يوم قيامة، يوم التغابن، يوم التغابن تنغبن كل اللي سويته من أعمال وراحت عليك. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. أتدرون من المفلس؟ قال من لا درهم عنده ولا متاع. قال لا، من أتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات لكن ظلم كذا، يأخذ من حسنات كلها، ينقهر معاشي راح، لا راح تنقر حسناتك راحت، وكل اللي سويته طبعا هذا إن كان عنده حسنات. فتذكر يوم التغابن ارتاح، لولا يوم القيامة والله كان رديت عليك، بس ما راح أرد. لأن ختاما الآية حطها قدام عينك، إن ربك لبالمرصاد، رايح تطمن، إن ربك لبالمرصاد، ظلمك سوى شيء، إن ربك لبالمرصاد، فسيكفيكهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني في آيات. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا جماعة اقرأوا الآيات وقرأوا تفسير الآيات واطمئنوا وارتاحوا، واعلموا أن الله من أسمائه العدل، سيقضي بين الناس كلهم. أحبكم في الله، السلام عليكم.